بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا متابعين الكرام عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معكم كريم الهنداوي هنتكلم النهاردة عن موضوع الجوازات تشترط سداد استحقاقات التابعين والمرافقين لتجديد الاقامة لكن قبل ما نروح للتفاصيل ما ننساش لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات اليكم التفاصيل أوضحت الجوازات في رد لها على استفسار عدد من المقيمين بالمملكة أن تجديد الإقامة تشترط سداد استحقاقات التابعين والمرافقين، وقالت الجوازات في تغريدة لها عبر تويتر أنه يلزم سداد كامل الاستحقاق للتابعين والمرافقين لإتمام الإجراء، كما أوضحت الجوازات إجراءات وشروط تمديد تأشيرة خروج وعودة إلكترونياً عبر موقع وزارة الخارجية السعودية ويأتي ذلك بعد أن أطلقت الجوازات خدمة الموعد الإلكتروني منذ أيام وفيما يخص تمديد تأشيرة الخروج والعودة كشفت المديرية العامة للجوازات أيضا بعد تلقي عديد من الاستفسارات عن الخطوات اللازمة لاستكمال إجراءات وشروط تمديد تأشيرة خروج وعودة وكذلك كيفية التقديم الإلكتروني على طلب التمديد عبر مواقع وزارة الخارجية وجاء ذلك بعد أيام قليلة من إطلاق الجوازات لخدمة حجز الموعد الإلكتروني عبر منصة أبشر بهدف تمكين المستفيدين من مراجعة إدارة الجوازات في حالة تعذر تنفيذ الطلب إلكترونيًا، وذلك بشرط التزام المستفيد بالموعد ومركز الخدمة المحدد مع التقيد بالإجراءات الاحترازية والإرشادات الصحية أثناء الزيارة، وتقدم وزارة الخارجية خدمة تمديد تأشيرة خروج وعودة عبر بوابة التأشيرات الإلكترونية التابعة لها وتلك الخدمة متاحة لكل من المواطنين والمقيمين وتمكنهم من تمديد تأشيرات الذهاب والعودة في المملكة للمقيم ومكفوليه والعوائل وكذلك تمديد تأشيرات العودة المنتهية لموظفي الجهات الحكومية بالإضافة إلى تمديد التأشيرات المنتهية لموظفي المنظمات غير الحكومية والمنتسبين من أصحاب البعثات ويلاحظ أن طلب التمديد يستغرق ثلاثة أيام عمل لتنفيذه وقد يستغرق أكثر من ذلك في حالة طلب إجراءات إضافية. نروح لبعد كده لمتطلبات وشروط تمديد تأشيرة خروج وعودة. ما هي شروط تمديد تأشيرة خروج وعودة؟ واحد ألا تتجاوز المدة التي قضاها المتقدم بطلب تمديد تأشيرة خروج وعودة خارج أراضي المملكة سبعة أشهر بالنسبة للمقيم العامل في المملكة وألا تتجاوز المدة ثلاثة أشهر في حالة للأسرة مثل الزوجة بالإضافة إلى الأبناء وفي حالة إذا ما إذا كانت تلك المدة أقل مما سبق فإنه يجب على الشخص يلزم تقديم الطلب الخاص بتمديد تأشيرة الذهاب والعودة إلى السفارة. رقم 2: تعبئة البيانات المطلوبة بدقة في نموذج الطلب عبر بوابة التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية ثم ختم النموذج من قبل الغرفة التجارية أو من جهة العمل. 3: يجب أن تكون لدى المتقدم بطلب التمديد إقامة سارية الصلاحية، ويجب أن يقدم المتقدم بتسجيل الرقم الذي تم من خلاله الحصول على الموافقة من قبل وزارة الداخلية مع تسجيل تاريخ الموافقة أيضًا. بعد كده نروح للمستندات اللازمة لتمديد تأشيرة خروج وعودة. يجب أن يقوم المتقدم بطلب التمديد بتجهيز عدد من المستندات لإجراءات الطلب. تتضمن المستندات المطلوبة تعبئة نموذج الطلب وتجهيز صورتين شخصيتين واضحتين بخلفية بيضاء بالإضافة إلى صورة بطاقة الهوية الوطنية للشخص أو الكفيل، كما يشترط أيضًا تجهيز صورة بطاقة الإقامة وجواز السفر على أن تكون الإقامة سارية ولا تنتهي صلاحية جواز السفر قبل ستة أشهر، وأخيرًا تجهيز خطاب بتمديد تأشيرة خروج وعودة على أن يتضمن اسم جهة العمل واسم الكفيل ويشترط أن يتم اعتماد الخطاب من الغرفة التجارية ووزارة الخارجية. نروح بعد كده للخطوات العملية لتمديد تأشيرة خروج وعودة إلكترونيًا. أول حاجة التوجه إلى منصة التأشيرات الإلكترونية التابعة لوزارة الخارجية. نجد أن النظام يعرض الصفحة الرئيسية مع وجود خياري الخدمات المخصصة للأفراد والخدمات المخصصة للمنظمات والقطاعات. نقوم بالضغط على خيار الخدمات المخصصة للأفراد بعد كده سيعرض النظام قائمة بالخدمات المقدمة للأفراد وهي طلب زيارة عائلية للمواطنين طلب زيارة شخصية طلب تأشيرة حج وتفويض على تأشيرة عمل طلب تمديد تأشيرة عودة نقوم بالضغط على تمديد تأشيرة خروج وعودة سيعرض النظام خمس خطوات يجب على المتقدم اتباعها لإتمام الإجراءات الخطوة الأولى تتضمن بعض الإرشادات الملاحظات الهامة يقوم المتقدم بقراءتها بالضغط على التالي الخطوة الثانية هي خطوة التحقق من الهوية عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد وبعد ذلك يتم تعبئة بيانات الجهة الطالبة في الخطوة الثالثة بعد تعبئة بيانات الجهة الطالبة يأتي دور الخطوة الرابعة وفيها يتم تعبئة بيانات المطلوب التمديد له ثم يقوم المتقدم بالضغط على عرض الطلب كخطوة أخيرة في طلب تمديد تأشيرة خروج وعودة نتمنى التوفيق لجميع الناس وجميع المقيمين واتكلمنا النهاردة على إش الجوازات تشترط سداد استحقاقات التابعين والمرافقين لتجديد الإقامة واتكلمنا عن متطلبات وشروط تمديد تأشيرة خروج وعودة والمستندات اللازمة لتمديد تأشيرة خروج وعودة وخطوات التمديد إلكترونيا لتأشيرة خروج وعودة نتمنى يكون الفيديو مفيد لكم لقاء يتجدد مع خبر جديد وفيديو جديد ياريت ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات كان معكم كريم الانداوي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته